السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله. كي دايرين؟ كي داير الجو عندكم تما؟ حنا عندنا شويه الجو سخون هاد الايامات. غادي نديكم معايا لواحد البلاصه، غادي تشوفوا معايا في هاد الفيديو. هاد البلاصه هادي بعيده شويه على مدينه خنيفره، المهم مشينا معروضين. غنديكم معايا وغادي تشوفوا الاجواء كي دايرين. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، نخرجكم معنا شي شويه تسارعوا في مدينه وفي منطقه خنيفره. هاد البلاصه اللي غادي نمشيو ليها في هذا الفيديو ان شاء الله كاينه في الجويه ديال اكلموس. بقاو معايا حتى اخر الفيديو واستمتعوا معنا. من بعد ما وصلنا لأكلموس صحينا شويه، شربنا اتاي وتجمعنا، صورت لكم بعض اللقطات. من بعد غادي تشوفوهم، نتمنى يعجبوكم. تجمعنا شي شويه مع العائله، صراحه دازو اجواء زوينين بزاف، كيعجبوني بحال هاد الاجواء هادو اللي كيكونوا فيهم، كتكون فيهم العائله مجموعه وديك اللمه وكتبقاو تجمعوا شي شويه. صراحة مزيان هكا بنادم يخرج مرة يبدل الجو ويشوف العائلة ديالو. مشينا عند بنت عمتي من بعد ما خرجنا من عند هذوك الناس اللي عرضوا علينا، مشينا عندها وداتنا صلة الرحم، جمعنا معها شي شوية، درنا عندها كسكروت. نسيت ما صورت لكم البنات، رسحينا شي شوية وجمعنا معهم، وعاد فاش برد لينا الحال ومشينا للدار. تقريبا ما بين اكلموس وخنيفرة غير شي ساعة هكاك ديال الطريق قريبة. هنايا صورت لكم من بعد ما تجمعنا معهم شي شويه وجلسنا معهم، وصورت لكم فاش كنا راجعين. صراحه هاد النهار هذا كان صهد بزاف، سخون الحال، صورت لكم الاجواء.
وصلنا لآخر الفيديو، نتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم واستمتعتوا معنا، وتكون هذه الجولة الخفيفة الظريفة عجبتكم. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو في شي فيديو آخر إن شاء الله.